الحاجات اللي انت هعملها عليها بشكل طريق او احنا واقفين الناس عليها بشكل طريق. إلهي إلهي لماذا تركتني بعدت عن خلاصي كلمات صراخي. إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب وفي الليل فلا روح لي. وأنت القدوس الجالس مدحة لشعبك عليك توكلوا آباؤنا توكلوا فنجيتهم. كل الذين يخسرونني يستهزئون بي يقرون الشفاه ويهزون الرؤوس. فوض إلى الرب أمره فينجيه وينقذه فإنه راض عنه. لا تتباعد عني فقد اقترب الضيق ولا معين. كالماء سكبت وتفككت جميع عظامي صار قلبي مثل الشمع داب في وسط أحشائي. يبس كالخزف ريقي ولساني لصق بحنكي ولا تراب الموت تحذرني. تقضوا يدي ورجلي إني أعد عظامي كلها وهم ينظرون ويتفرسون فيا. يبتسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. وأنت يا رب لا تتباعد يا قوتي أسرع إلى نصرتي. سأبشر باسمك إخوتي وفي وسط الجماعة أسبحك. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى أبد الآبدين. لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الأمان السماوي الذي علق على الصليب فجمع الشعوب رافعا يديه إلى الرب المتأنس الذي أشرق على مغارب الأرض بصليبه وقبل المجد والسجود من الأقطار كافة. إلى الراعي الصالح الذي عني برعايته فأظهر جود رعايته وبدل نفسه عن خرافه فأثبت لنا فيض حنانه وخلص الشعوب كلهم بصلبه ومحى خطاياهم بذبحه. الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الوقت وكل أيام حياتنا الآن وإلى الأبد. نسجد لك ونشكرك ونعظم أزليتك يا إلهنا العلي يا من صنعتنا على شبهك وصورتنا على مثالك. نمجد خلاصك يا محب البشر لأنك أحييتنا بصلبك في هذا اليوم يوم الجمعة واعتقتنا بموتك. لقد شئت في البدء فخلقتنا في اليوم السادس أخذت بيديك المقدستين من تراب الأرض وجبلت الإنسان. نفخت فيه نسمة الحياة من روحي فمك فتكون إناءً عجيباً كاملاً حسناً ومعرفة. ولما تجاوز الوصية بجهله وازدراها سلم إلى القضاء المبرم فالموت. ثم تنهت إليك رحمتك أيها الحنان الرحيم فسمرت يداك على الصليب من أجل خلاصي في اليوم السادس يوم الجمعة المملوءة أسرارا ولقيا وجهك التفلى من الصالبين وجنبك الطعن برمح أحياء له فحاز الحياة والتجديد بالدم والماء الدافقين من جنبك. والآن تدرع كنيستك إليك بفم أولادها يوم الجمعة يوم آلامك الخلاصية وتهتف على عطر هذا البخور كما أحببت في البدء وخلقت وفي نهايتي خلصت وأحييت
كذلك افتقد جبلتك بالرحمة. بصليبك أمن المسكونة واصرف الغضب. بصليبك اطف الحروب ولاش الخصومات. بصليبك استأصل الانتقام وسكن الاضطراب. بصليبك حطم الكبرياء واقتلع العداوة. بصليبك رسخ كنيستك ووطد أديرتك. بصليبك طهر كهنتك وبجل شمامستك. بصليبك عبد الشيوخ وعفك الشباب. بصليبك رب الرضع ونشي الأطفال. بصليبك دبر رعيتك الساجدة لك الآن تكرم آلامك. تعانق جراحاتك وتفتخر بصليبك. خلص شعبك وتمم لنا وعدك. اتخذنا بانبعاثك وجدد مثالنا. والبس أجسادنا مجدك فنتألق بنورك. وهلنا لبلوغ قيامتك المجيدة وميراث ملكوتك الأبدي. فنرفع المجد والشكر بلا انقطاع إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. كشفت ذراع الرب. فإنه نبت كفرع أمامه وكأصل من أرض قاحلة لا صورة له ولا بهاء.
فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، مزدر ومتروك من الناس، رجل أوجاع وعارف بالألم، ومثل من يستر الوجه عنه مزدرا فلم نعبأ به. لقد حمل هو آلامنا واحتمل أوجاعنا، فحسبناه مصابا مضروبا من الله ومذللا، طعن بسبب معاصينا وسحق بسبب آثامنا، نزل به العقاب من أجل سلامنا، وبجرحه شفينا. كلنا ضللنا كالغنم، كل واحد مال إلى طريقه، فألقى الرب عليه ثم كلنا. عمل بقسوة فتواضع ولم يفتح فاه، كحمل سيق إلى الذبح، كنعجة صامتة أمام الذين يجزونها ولم يفتح فاه. بالإكراه وبالقضاء أخذ، فمن يفكر في مصيره؟ قد انقطع من أرض الأحياء وبسبب معصية شعبي ضرب حتى الموت، فجعل قبره مع الأشرار وضريحه مع الأغنياء، مع أنه لم يصنع عنفا ولم يوجد في فمه مكر. الرب رضي أن يسحق ذاك الذي أمرضه، فإذا قربت نفسه ذبيحة إثم، يرى زرية وتطول أيامه، ورضى الله ينجح عن يده. بسبب عناء نفسه يرى النور، ويشبع بعلمه يبرر عبديل البار الكثيرين، وهو يحتمل آثامهم، فلذلك أجعل له نصيبا بين العظماء وغنيمة مع الأعزاء، لأنه أسلم نفسه للموت وأحصي مع العصاة، وهو حمل خطايانا الكثيرين وشفع في معاصيهم. أنت القربان عن خطايا البشر، أنت الغفران والرجاء المنتظر، أعطينا الإيمان الحي ربنا، المذبوح الحي عن دنيانا نموت، نحيا from the letter of St. Paul to the Galatians. But if in seeking to be justified in Christ, we ourselves are found to be sinners, is Christ then a minister of sin? Of course not. But if I am building up again those things that I tore down, then I show myself to be a transgressor. For through the law I died to the law, that I might live for God. I have been crucified with Christ, yet I live. No longer I, but Christ lives in me. Insofar as I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who has loved me and given himself up for me. I do not nullify the grace of God, for if justification comes through the law, then Christ died for nothing. O stupid Galatians! Who has bewitched you? Before whose eyes Jesus Christ was publicly portrayed as crucified? I want to learn only this from you. Did you receive the Spirit from works of the law, or from faith in what you heard? Are you so stupid?
After beginning with the Spirit, are you now ending with the flesh? Did you experience so many things in vain? If indeed it was in vain. Does, then the one who supplies the Spirit to you and works mighty deeds among you do so from works of the law or from faith in what you heard? Thus Abraham believed in God, and it was credited to him as righteousness. Realize then that it is those who have faith who are children of Abraham. Scripture, which saw in advance that God would justify the Gentiles by faith, foretold the good news to Abraham, saying, "Through you shall all the nations be blessed." Consequently, those who have faith are blessed along with Abraham, who had faith. For all who depend on works of the law are under a curse, for it is written, "Cursed be everyone who does not persevere in doing all the things written in the book of the law." And that no one is justified before God by the law is clear, for the one who is righteous by faith will live. But the law does not depend on faith. Rather, the one who does these things will live by them. Christ ransomed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, "Cursed be everyone who hangs on a tree." هم وهم إلهي إلهي لماذا تركتني بعدت عن خلاصي كلمات صراخي They brought him to the place of Golgotha, which is translated place of the skull. They gave him wine drunken with myrrh, but he didn't take it. Then they crucified him and divided his garments by casting lots of them to see what each should take. It was 9 o'clock in the morning when they crucified him. The inscription of the charge against him read, "The King of the Jews." With him, they crucified two revolutionaries, one on his right and one on his left. Those passing by reviled him, shaking their heads and saying, "Aha, you who would destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself by coming down from the cross." Likewise, the chief priests with the scribes mocked him among themselves and said, "He saved others, he cannot save himself. Let the Messiah, the King of Israel, come down now from the cross, that you may see and believe." Those who were crucified with him also kept abusing him. At noon, darkness came over the whole land until 3 p.m. And at 3 o'clock, Jesus cried out in a loud voice, "Eloi, Eloi, lema sabachthani," which is translated, my God, why have you forsaken me?" Some of the bystanders who heard it said, "Look, he's calling Elijah." One of them ran, awaited a sponge with wine, put it on a reed, and gave it to him to drink, saying, "Wait. Let us see if Elijah comes to take him down." Jesus gave a loud cry and breathed his last. The veil of the sanctuary was torn in two from top to bottom. When the centurion who stood facing him saw how he breathed his last, he said, "Truly this man was the Son of God." أقرأ من القديس لوقا البشير. ولما بلغوا إلى المكان المسمى الجمجمة صلبوه هناك هو والمجرمين أحدهما عن اليمين والآخر عن